بيكم في موضوع جديد من مواضيع. النهاردة هنتكلم عن حلقة الكذب عند الأطفال. في أهل كتير جدا بيشتكوا ويقولوا ابني عنده 4 سنين أو 5 سنين وبيكذب كل حاجة بيكذب فيها، وجربت معاه كل حاجة، جربت ان انا اعاقب اكافئ، مش عارفة اعالجه ازاي. يا ترى المشكلة دي حلها ايه؟ عشان نعرف نحل مشكلة الكذب عند الأطفال لازم نفهم معلومة مهمة جدا، ابني عنده كام سنة عشان نبدأ أصنفه بيكذب ولا بيتخيل. عندنا رينج عشان نحدد الطفل ده بيكذب ولا بيتخيل، لحد سن 6 سنين. ساعتها هنقرر ابني عنده كام سنة، قبل 6 سنين ولا بعد 6 سنين. الطفل قبل 6 سنين ما بيكونش عارف يعني ايه كذب بمفهوم اللي احنا عارفينه. الكذب ده معناه ايه؟ ان انا بغلف او ان انا بانقل الحقيقه او ببدلها. الطفل قبل 6 سنين مش بيفهم ده. الطفل بيقلد، يبقى عنده نموذج. يعني مثلا هنلاقي في البيت بابا جوه قاعد في البيت والتليفون بتاعه رن، وماما بترد عليه ايوه عايز مين بابا، قولي له بابا مش موجود، بابا مش موجود. الولد من اللحظه دي بدا ان هو يقلد عن طريق النموذج. النموذج بالنسبه له هي اسره، فمن خلال الأسرة عرف إن ده بالنسبة له مش كذب، دي حاجة عادية. طب تيجي مع بعض نتكلم ونشوف الكذب ده أنواع ولا نوع واحد؟ في أنواع كتيرة جدا من الكذب، كل نوع من أنواع الكذب بنستخدمه الأطفال في مرحلة عمرية معينة، وهيبدأ الكذب ده من نوع الطبيعي اللي هي حاجة طبيعية المفروض إن الطفل يمر بيها مرورا لحد ما يوصل لمرحلة الكذب المرضي. أول نوع من أنواع الكذب اسمه الكذب الخيالي، وده معناه ان الطفل بيتخيل مواقف كتيره جدا ما حصلتش في حياته خالص، وبيقول ان الموقف ده حصل بالفعل. تعرفوا ان الكذب الخيالي والطفل اللي عنده كذب خيالي ده دليل ان هو نسبه ذكائه عاليه، يعني ده مؤشر بالنسبه له يفرحنا مش يزعلنا. النوع التاني من انواع الكذب هو الكذب الالتباسي. احنا عندنا مرحله اولانيه وقلنا ان في كذب خيالي. الالتباسي بقى الطفل بيدخل الحقيقه في الخيال، بيعمل ميكس بينهم هما الاثنين. بمعنى ايه؟ يعني مثلا الطفل قرى قصه عجبته جدا او سمع موضوع عجبه قوي، فيجي يطبق نفس القصه اللي سمعها على اشخاص طبيعيين موجودين في البيئه اللي هو موجود فيها، ويبتدي ان هو يختلق احداث نفس الاحداث اللي حصلت في القصه بالظبط. في نوع تاني من انواع الكذب اسمه الكذب الادعائي. ده معناه ان الطفل بيدعي حاجه معينه هي ما حصلتش خالص. يعني مثلا الطفل يصحى من النوم اه يا ماما بطني بتوجعني، هو هنا الطفل بيكذب بس بيدعي حاجة أو بيكذب ادعاء عشان يرحم نفسه من روح المدرسة أو من درس أو من كتابة هومورك أو غيره. في أنواع تانية كتيرة جدا من الكذب. في عندنا كذب غرضي. يعني إيه غرضي؟ يعني الولد غرض دي غرض معين منه، يعني عايز مصلحة من الآخر. يعني مثلا لما الطفل يكون نفسه في حاجة حلوة وبابا مش عايز يديله، فيروح يقول لبابا أنا عايز أشتري حاجة مهمة جدا للمدرسة أو المدرسة، وبعد ما ياخد الفلوس في ايده على طول يروح يشتري الحاجات اللي نفسه فيها. الاربع انواع دول من الكذب اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه بيمر بيهم كل الاطفال، وده طبيعي جدا يحصل في سنهم. في انواع تانيه كتير من الكذب بس انواع خطيره شويه. يعني مثلا عندنا نوع من انواع الكذب اسمه الكذب الانتقامي. انتقامي يعني الطفل عايز ينتقم من حد معين او حد عمل له حاجه، وممكن كمان ما يكونش عمل له حاجه. يعني مثلا الطفل يدخل الفصل في طفل محبوب قوي، فيبتدي ان هو يدعي او ينتقم منه ان هو يقول ده خد مني حاجه او غيره. ده نوع من انواع الكذب. في كذب تاني اسمه كذب التقليد، والكذب ده ان الطفل اتعود على الكذب علشان هو اصلا بيقلد الاكبر منه، ودي طبعا مشكله موجوده في البيت. الكذب الاخير هو الكذب المرضي، وده اعلى واخطر مرحله من مراحل الكذب، ان الطفل بقى يكذب لمجرد الكذب لأي سبب من الأسباب، حتى لو مفيش عقاب، كل يعني مفيش عنده أي مبرر للكذب، هو بقى يكذب لمجرد حب في الكذب. هنا وصلنا لأخطر مرحلة اللي هي صعبة جدا. إزاي نعالج أنواع الكذب كلها بقى جوه البيت؟ أولاً ما ينفعش إن أنا أوصف الطفل إن هو كذاب، لأن لو وصفته بكده هيبقى كذاب بجد. الحاجة التانية لازم يكون فيه عقاب مناسب لو الطفل عمل غلطة، لأن كل ما أنا بعاقب الطفل عقاب أزيد من اللزوم صدقوني هيهرب من العقاب ده ان هو يكذب باي شكل من الاشكال. الحاجه الثالثه لازم نخلي بالنا ان يكون في نموذج مثالي في الاسره ما بيكذبوش. ما ينفعش ان اقول لابني ما تكذبش وهو شايفني بيكذب. لازم يلاقي اسره او اب وام او عيله جنبه ما بتكذبش، لان الطفل هيتعلم الكذب عن طريق التقليد.
لازم نخلي بالنا من كل افعالنا وكل حاجه بنعملها. واهم نقطه، ما ينفعش ان احنا نوصف الطفل ان هو كذاب قبل ما يكمل 6 سنين، لان كل ده مرحله الطفل بيتكون فيها خياله. وكمان حتى لو الطفل كذب بعد 6 سنين، لازم اعرف المشكله ايه وحلها. ممكن تكون المشكله في البيت نفسه. في نهايه موضوعنا النهارده، لازم الكل يعرف ان اهم نقطه، ممنوع ان انا اوصفه بالصفه دي، علشان الصفه دي ما تثبتش فيه ويبقى كذاب بجد. وبكده خلص موضوع النهارده. انتظرونا في مواضيع تانية كتير في برنامج انا وطفلي مع صباح رمضان.